بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة إزالة البرامج من جذورها بطريقتين. الطريقة الأولى باستخدام محرر التسجيل أو ريجستري أو سجل النظام أي كان المصطلح، والطريقة الثانية باستخدام برنامج سي كلينر. طبعا هناك قنوات على اليوتيوب أو بعض القنوات على اليوتيوب تقول بأن حذف البرنامج من جذوره يعطيك إمكانية العمل على النسخة التجريبية بالنسبة إلى البرامج المدفوعة، وخصوصا في الإيديام أو إنترنت داونلود مانجر. يقال أن عندما تقوم بحذف إنترنت داونلود من جذوره سوف يتيح لك العمل بعد انتهاء الفترة التجريبية وبعد حذفه وتنصيبه مرة ثانية، يعطيك فترة تجريبية 30 يوم مرة أخرى، وهذا الكلام ليس صحيح. و طبعا عن تجربة شخصية لأكثر من نظام، طبعا فقد جربت لأكثر من نظام ولكن هذا الأمر ليس صحيح. فشركة إيديام أو شركة الإنترنت داونلود مانجر ليست غبية لتترك مثل هذه الأمور في الريجستري. طبعا فبالنسبة إلى المبتدئين في البرمجة يمكن أن يضعوا ملفاتهم في الريجستري، ومن ثم تقوم بحذف هذه الملفات من الريجستري ليتاح لك العمل بالنسخة التجريبية أو تمديد النسخة التجريبية إن صح التعبير. ولكن شركات كبيرة مثل إيديام ليست غبية لكي تترك لك هذا في الريجستري أو تمنع عليك حذف الملفات من الريجستري الخاصة بالإيديام إلى حين ما تقوم أنت بإعادة تنصيب ويندوز جديد. فلنبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء نقوم به هو التوجه إلى الريجستري، وذلك بالضغط على زر ويندوز زد من لوحة المفاتيح ومن ثم كتابة الأمر الجديد. نقوم بالضغط على موافق أو أوكي، و نتبع المسار التالي اشكاي لوكال ماشين. سوف اذكر المسار ثم اقوم بالتطبيق. اشكاي لوكال ماشين سوفتوير مايكروسوفت ويندوز كيرنت فيرجن، عفوا اشكاي لوكال ماشين سوفتوير مايكروسوفت ويندوز كيرنت فيرجن و ان انستال. وبعد الوصول الى انستال نقوم بتوسيع انستال، وسوف تحصل على البرامج الخاصة بك. توجد مجموعة من البرامج تكتب كأكواد كما تشاهدون، ويوجد البرامج التي تكتب باسمها. طبعا لحذف اي برنامج تقوم بتحديد اسم اي برنامج ومن ثم تقوم بحذفه. اما اذا لم تجد البرنامج فتوجه وابحث ضمن هذه الاكواد، تقوم بالضغط عليها ومن ثم تنتقل الى الجهة المقابلة، ومن ثم تقوم بالبحث على display name. نقوم بالضغط المزدوج على display name، ومن ثم تعرف اسم هذا البرنامج. تقوم بالتجربة لأكثر من كود لهذه الأكواد إلى أن تتوصل إلى اسم البرنامج المراد حذفه، ثم تقوم بتحديده ومن ثم تقوم بحذفه. هذا بالنسبة إلى الريجستري أو محرر التسجيل. فلننتقل إلى الشرح على السي كلينر. نقوم بفتح برنامج سي كلينر، وبعد فتحنا إلى برنامج سي كلينر نتوجه إلى الخيار ريجسترو أو ريجستري باللغة الإنجليزية، وباللغة العربية محرر التسجيل أو الريجستري. نقوم بالتوجه إلى بوسكار بروبليماس أو البحث عن أخطاء، نقوم بالضغط عليه، وبعد ضغطنا عليه سوف يقوم بالبحث عن الأخطاء. الأخطاء ويقصد بها الملفات التي تكون
تكون في النظام، ومن ثم يقوم بحذفها، أي الملفات التي كانت للبرامج المحذوفة، ويقوم بحذفها. نقوم بالضغط على ريبارار سيليكسيوناداس، نقوم بالضغط عليه. طبعا تنبثق لك علبة رسالة بهذا الشكل، تتيح لك إمكانية تصدير الريجستري من عدمها. طبعا عند الضغط على نعم سوف يتم تصدير المعلومات الخاصة بالريجستري كحماية في حين وقع خطأ. نقوم بالضغط على لا، كون أنني لا أريد تصدير الريجستري. بعد الضغط على لا تنبثق لك النافذة بهذا الشكل. نقوم بالضغط على ريبارار تودس لاس سيليكسيوناداس، نقوم بالضغط عليها أو تحديد الكل، طبعا لتحديد الكل لحذفها. نقوم بحذفها، وبعد حذفها نقوم بالضغط على كلوز. إلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا التعليقات والاشتراك في القناة لمن لم يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.